أزمة وقود خانقة تعيشها مدينة كركوك بمحافظة التأميم الغنية بالنفط، وبات طالبو الوقود يصطفون في طوابير طويلة وفي أغلب الأحيان لساعات للحصول على الوقود. يعني الطب بالفروع وبالمناطق منك، وشوف السيارة وين هسه لو يصور لك، شوف السيارة وين زين. شنو ذنب هاي الناس؟ يعني أبسط حقوقها اللي هي البنزين، البنزين ما جاي نحصله، دفرات وتلاليق وتنذل وهاي على مود البنزين. كذلك يشكو سكان كركوك من إغلاق الكثير من محطات الوقود أبوابها والتلاعب الكبير بالأسعار. أي محافظة نروح رأسا فول وطلع، بس إحنا عندنا هيك ما نعرف شنو السبب. ليش تجاري موجود 650 دينار موجود بس 450 ماكو، ما تحصل، ما حد يعرف شنو السبب. تجاري 650، الحكومي هاي اللي تشوفوها، والمحطات تعزل من وقت، والمواطن يظل لازم سره. يعني تجي اذا تجي من الفجر، اذا عندك دوام تتعطل، واذا عندك شغل هم ما تقدر تسوي من وراء سره البنزين. مجلس محافظة التأميم يقر بالأزمة التي تعيشها كركوك، ويطالب وزارة النفط الحالية بتوفير الوقود لها لتلبية حاجاتها. شهدت المحطات زخم في حصول المواطن وفق الكوبون المخصص على الوقود. هذا الزخم ولد حالة من الاستياء لدى المواطن. رسالتنا إلى وزارة النفط بأهمية زيادة حصة المحافظة من المشتقات النفطية. وبالرغم من إعلان وزارة النفط مؤخراً انفراج أزمة الوقود في محافظة التأميم بوضعها إجراءات جديدة لتنظيم توزيع الوقود ومنع تهريب المشتقات النفطية وحصرها بالمحطات الحكومية، إلا أن المحافظة لا تزال تعيش هذه الأزمة.